الرسائل راه واضحه. اولا كاين انضباط داخل حزب الاستقلال، كاين قوه قاهره داخل حزب الاستقلال، القوه التي تقهر الخصوم الذين يدعون ان هناك انشقاق في الحزب والحزب مقبل على الانشقاق وما الى ذلك. ان هذا الشيطانه داخل حزب الاستقلال اليوم كذبها المؤتمر الاستثنائي، وهذا مهم جدا. وهذا المؤتمر هو القنطره ان شاء الله، المؤتمر 17 الوطني، واللي غادي يكون فيه تقويات الديمقراطيه الداخليه، وتترشح بكل اعتزاز.